تعالوا بقى نعمل الفتة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعمل الفتة عندي ريش ضاني، ممكن تبقى كندوس أكيد، وعندي توم مفروم، صلصة، صلصة طماطم، طماطم مبشورة، ملح وفلفل، عصير ليمون، زعتر، عايزة إزازة الخل بعد إذنكم، روز ماري، عسل أبيض، عيش متقطع، ده عيش شامي طبعا، ممكن يبقى عيش بلدي، رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، حبهان ولورة ومستكة، زيت، وبعدين عندي توم وعصير وطماطم مبشورة وزبدة وخل وسكر وملح وفلفل، ده طبعا للطشة بتاعة الفتة. نستأذنكم بس في إزازة الخل عشان إيه نظبط كمية الخل كده. ناخد العيش ننزله هنا في الزيت، نزل العيش هنا في الزيت، نسيبه مع نفسه، وناخد هنا في حلة معلقة زيت ذرة، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة زبدة أو سمنة، نصفي الرز، رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، بنفس الكوباية هنعاير المية، لكل كوباية رز كوباية مية يا حنين. حطينا هنا معلقة زيت ومعلقة زبدة، حطينا كوبايتين من الرز المصري المغسول والملقوع ومتصفي، معلقتين من الملح، وحدايتين حبهان، وحداية مستكة، تقليبة واحدة، أغلف الرز بالزيت والزبدة وأقوم نازلة عليه بالمية السخنة، كوبايتين من نفس الكوباية العيار، واسيبه لحد ما يتشرب، يبقى الرز جاهز، العيش بيتحمص. ممكن جدا احط على العيش ده معلقتين من الزيت او السمنة، ملح وفلفل، احطه في صاج وادخله الفرن واطلعه يبقى مخبوز، وممكن كمان مع السمنة والملح والفلفل على النار وقلبهم لحد ما يتحمص، وممكن في زيت غزير زي ما انتوا عايزين. نقول بسم الله بقى ونيجي هنا. بصوا، بصل، مفروم يفضل أحمر، ثوم، زعتر، روزماري، عصير ليمون، طماطم مبشورة من غير القشر بتاعها، القشرة الخارجية مش موجودة، معلقة عسل، لورة، حبهان، مستكة، معلقة زيت، وأقلب كويس جدا، وأجيب لهم ملح وفلفل يا جوليانا، وهقوم مدياله معلقة صلصة واحدة، وأقلب كويس جدا جدا كل الإيه التركيبة دي مع بعضها. هقوم واخدة اللحمة منزلاها على التتبيلة الخطيرة دي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سواء بقى كانت ريش غير ريش، ضاني غير ضاني، براحتكم تماما. والحقيقه هنا بصوا، بصوا في ايه هنا، في قرن فلفل حامي في الجرنش بتاع اللحمه، هحطه معاها، هيديها، مش هيديها انها تبقى حراقه، لكن هيديها طعم كده. لقيته بالصدفه يعني، في حرام مش هنرميه اهو. اتبل كويس جدا واسيب اللحمه تتبل اطول وقت ممكن، ساعتين، ثلاثة، ستة، 12، من بالليل للصبح، من الصبح لحد ما نيجي نفطر يعني. وبعدين هقوم واخدة، بسم الله الرحمن الرحيم، حاطة الريش دي على النار على بقى طاسة أو جريل، وهسويها سوا كامل. ادي العيش يا جماعة اتحمر، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا عندي كمية تانية هنا كمان، هننزل كله على بعضه، حطيته على المناديل بس عشان ايه ينزل بقية الزيت بتاعه، وهحطه على بقية العيش. طبعا اللي عايز يستخدم عيش بلدي يستخدم عيش بلدي. لا
نفس الحكاية بالنسبة للرز، ودي طريقة يعني أو فرصة لطيفة أن أنا أقول لكم أنا بعمل إيه في الرز لما يبقى عندي رز بايت. احنا لسه عاملين مع بعض دلوقتي رز مصري طازة أهو. أنا بقى بيبقى عندي رز بايت من قبلها بيوم، كوباية مثلا، وأنا بحتاج كوبايتين للأربع أفراد اللي عندي في البيت، أنا وجوزي والولدين. أقوم واخدة كوباية الرز اللي متبقية من امبارح، حطاها على الكوباية اللي أنا لسه عاملاها دلوقتي، وهطفي، هطفي النار وهغطي الحلة وهسيبها على البخار دقيقتين ثلاثة، تمام؟ وبعدين أقلب الحلة كلها على بعضها وبعدين أستخدمه أكن الرز لسه معمول حالا يا مدام يسر. بنقلب اللحمة كل شوية. حمصنا العيش أو قليناه وحطيناه هنا، هنديله نقطة ملح ونقطة فلفل من على الوش كده. وبعدين هركز بقى هنا كده عشان هعمل حاجتين مهمين جدا. أول حاجة هعملها هنا هحط، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة زبدة. نركز هنا شوية كده مع بعض، معلقة زبدة. باقي تتبيلة اللحمة بالكامل، معلقة خل أبيض، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة سكر، عصير طماطم. طيب حد هيقولي دلوقتي التتبيلة دي كان فيها اللحمة النية يا أميرة، ما أنا هسويها يا جماعة أهو، أكني بسوي اللحمة بالظبط أو حاطة التتبيلة مع اللحمة على النار. طالما استوت يبقى ما فيهاش أي خطورة، هسيب ده يستوي. لا يستوي يستوي، يعني عايزاه يستوي فعلا. واجي عند الكسرولة الصغيرة دي، زبدة أو سمنة بلدي طبعا، ثوم مفروم، ملح وفلفل، تشويحة من غير ما الثوم يتحرق، حلو قوي. اقوم نازلة عليه بخل ابيض، بسم الله الرحمن الرحيم، طشة الفتة. بعد ما سيبنا الرز القديم مع الرز الجديد في البخار بس بعيد عن النار لمدة 5 دقايق، بخش بقى اقلب الاتنين على بعض. بصوا بقى، لا يمكن لا يمكن تقولوا ان ده رز بايت، ولا يمكن تفرقوا الرزايه دي عن الرزايه دي، تمام. وريحه الرز خطيره عشان المستكه والحبايه. نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اخد من الصلصه دي، الله على الريحه، واسقي العيش، واقوم واخده الرز حطاه هنا. ادي الرز، ثواني ثواني، جاي انت في الحته اللي ما يصحش كده، استنى ثواني. شويه خل وتوم بس اهم حاجه في الموضوع. وبعدين الريش، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين الصوص الأحمر